السلام عليكم. من فضل ربنا علينا إننا بنقرأ سورة الكهف كل جمعة، أكيد في رسالة تذكيرية لازم نتدبرها مع كل قراءة، فتعالوا نركز شوية في قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر، مع السفينة اللي خلقت والغلام اللي اتقتل والجدار الذي أصلح. دايما الإنسان ما بيعجبوش حاله، بيعترض على أي حدث يحصل له، فلو انت كنت من اصحاب السفينة المساكين هتعترض وتقول ياه، حتى السفينة اللي حيلتنا واكل عيشنا عليها بقى فيها عيب. وبالنسبة للغلام ايه، هتقولي ما اعترضش كمان، ده مات مات. من وجهة نظرك برضو هتقول عايز اكتر من الموت ايه، وبرضو هتعترض انك تصلح جدار كان هيقع من غير ما تاخد مقابل لكده. لا وكمان ايه، ده اهل المنطقة دي بخلة وعاملوك وحش. اللي فات ده رؤيتك للأمور من وجهة نظرك انت، لكن الحقيقة هي ان لو ما كانتش السفينة فيها عيب كان هيجي ناس بتسطو على اي سفينة سليمة، وساعتها يبقى السفينة راحت من المساكين، وكمان المساكين نفسهم كان ممكن يغرقوا او يتقتلوا. ولو ما كانش الغلام اتقتل فكان هيبقى كافر لما يكبر، وكمان هيعرض والديه للطغيان والكفر وهم اصلا مؤمنين. فلما مات وهو صغير قبل البلوغ دخل الجنة، وكمان أبوه وأمه ربنا عوضهم خيرا منه وهيحافظوا على إيمانهم ويدخلوا الجنة. وآخر حاجة هي الجدار اللي أصلا تحتيه كنز لليتيمين، تفتكر لو كان وقع هل أهل القرية اللي هم أصلا بخلة وبيتعاملوا بسوء لو لقوا الكنز كانوا هيصونوا للأيتام دول؟ خد بالك من نقطة كمان مهمة، وهي إن أصحاب السفينة عرفوا في ساعتها الخير من ورا العيب اللي حصل في السفينة، والنوع ده من القدر بنشوفه كتير في حياتنا. النوع التاني من القدر زي اللي في قتل الغلام، وهو إنك تشوف شيء وتحسبه إن هو شر لكن في الحقيقة هو خير، وربنا ما يكشفلكش السبب فتعيش عمرك كله وإنت بتحسب إن هو ده كان شر. النوع التالت وهو الأهم اسمه لطف الله الخفي، وهو الشر اللي ربنا بيصرفه عنك من غير ما تعرف أصلا، زي بناء الجدار لأيتام الرجل الصالح. إذا بلاش تبقى معترض دايما ومحبط ويائس، وتأكد إن أي شيء بيحصل لك فيه خير ليك، وإنت أقل بكتير إنك تستوعب ما وراء الأحداث دي. يا جدع ده أنا بقولك حتى الموت أهو زي ما شفت كان فيه خير هو كمان. اللهم اكتب لنا الخير وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.